تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رفع تقرير كامل لمجلس الوزراء الموقر عن معارض التوظيف التي نظمتها الوزارة والنتائج التي حققتها في مساعدة الباحثين عن عمل. جاء ذلك في تصريح خاص لمركز الأخبار أدلى به السيد صباح بن سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث قال إن التعاون بين القطاعين العام والخاص دعم نجاح هذه المعارض. معارض التوظيف يعني لله الحمد يعني هي مبادرات يعني قدمت الكثير. رفعنا تقرير حق مجلس الوزراء الموقر بنتائج المعارض اللي صارت في السابق، وفي دور واحنا في دور ان قاعدين نوفر كل النتائج مالت المعارض اللي قمنا بها اللي هي تقريبا 6 معارض. نحس ان التكامل موجود، وثقة الباحثين عن عمل هي اللي تبين لك مدى وجودهم، مدى متابعتهم حق المعارض. لو ما له مردود او فائده، ما اعتقد ان الاعداد يعني معرض الجنوبيه اللي كان تحت رايه سمو الشيخ خليفه بن علي الله يحفظه وصل الاعداد اللي زاروه 3000 باحث عن عمل، وهذا يعني شيء يبين ان الوظائف المعروضه كانت مرغوبه ولها مردود مالي جيد. واحنا يعني شاكرين كان حق سمو الشيخ خليفة لأنه عطى ثقة ودعم حق وزارة العمل أن هذه المعرض به وظائف ممكن تستفيدون منها، علشان نختصر المدة اللي كان فيها متابعة حق باحث عن عمل. باحث العمل عندما نعرض عليه وظيفة في الوزارة نعطيه ترشيح، يذهب حق صاحب العمل، هل يجده ما يجده، يتردد عليه أكثر من مرة، المقابلة تأخذ أيام أو تأخذ أسابيع، نتائجها تأخذ فترة أطول. أما في المعرض يكون الالتقاء ما بين باحث عن عمل وصاحب العمل في نفس الوقت، وصاحب العمل بيشوف مدى ملائمة الباحث عن عمل في الوظيفة، إذا كان يناسبه فحالا. يعني أغلب المعارض اللي عملناها صار فيها توظيف مباشر في نفس الوقت، السي في مال الباحث عن عمل والباحث عن عمل موجود في نفس الموقع، ويتم اختياره من اصحاب الموارد البشريه المسؤولين عن المنشآت ويوقع العقد. واحنا يعني اشرفنا على اكثر من عقود توقعت في نفس الوقت، وهذا يختصر الوقت على على الباحث عن عمل، يعني بدل ما يتردد فترات طويله يكون عنده مجال اسرع انه يتوظف في نفس الوقت.